لمزيد من التفاصيل حول موضوع الخريطة الجديدة للجولان المحتل ينضم إلينا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية الناطق الرسمي باسم المؤتمر الوطني للثورة السورية صالح فاضل. أهلا بكم سيدي. حياكم الله، مرحبا بكم. كيف تقرأ الموقف الأوروبي حيال الجولان بالتزامن مع إعلان الاتحاد الأوروبي تجديد تأكيده على عدم الاعتراف بسيادة الصهاينة على الجولان السوري؟ بالأصل يعني لو عدنا إلى التاريخ قليلا نجد أن إسرائيل هو كيان مصطنع، ساهمت بريطانيا وأوروبا في إيجاد هذا الكيان في المنطقة العربية. من هذا المنطلق الإنجليز والأوروبيين حريصين في ذلك الوقت على أن تكون إسرائيل هي الدولة القوية باعتبار تحقق المصالح الأوروبية بشكل عام والإنجليزية بشكل خاص. بعد حرب 1967 أو ما قبلها عندما تم بيع الجولان من خلال وفد أمريكي يهودي إلى دمشق واجتماعه بالقيادة القطرية ثم القومية لحزب البعث والقطرية، فشلوا ثم قام حافظ الأسد بالاتصال بهم واجتمعوا ببيروت بوجود وزير الداخلية آنذاك محمد رباح الطويل وغيره، باعوا الجولان للإسرائيليين وسلمت إسرائيل عبر مسرحية حرب على أيام الستة عام 1967. من هنا بدأ النفوذ الأمريكي بسوريا وتم إعطاء حافظ الأسد ومن بعده بشار الأسد حكم سوريا. من هذا المنطلق ما زال الأوروبيون ينظرون على أن النظام السوري قد خانهم وخان نفوذهم، وبالتالي الأمريكان هم الآن من يسيطرون على بشار الأسد ومن قبله حافظ أسد، وبالتالي الآن من هذا المنطلق يبدأ الأوروبيين بعظم إضفاء شرعية على الاحتلال الإسرائيلي للجولان المحتل لأن إسرائيل خارج النفوذ الأوروبي وبقيت ضمن النفوذ الأمريكي الاستراتيجي. إلى أي مدى سينعكس الموقف الأوروبي من الجولان على العلاقات الأمريكية الأوروبية، خاصة إذا تحدثنا عن رغبة واشنطن في إنشاء قوات أوروبية في سوريا؟ الأمريكان يعملون كما مع الأوروبيين كما يعني بخط متوازن مع روسيا نفسها. الروس والاتحاد الأوروبي اثنينهم في خدمة الولايات المتحدة الأمريكية وتحقيق أجندتها، ولكن لذلك من هذا المنطلق الأمريكان دائما يسعون بتفريق بجعل خلل كبير، خلل سياسي، خلل مصالح بين روسيا وبين الاتحاد الأوروبي بقضايا كثيرة. من هذا المنطلق يلجؤون إلى الأوروبيين لمنافسة روسيا في سوريا، ولكن الذي يدير حلبة الصراع هي الولايات المتحدة الأمريكية، وما روسيا والأوروبيين إلا أدوات، ودائما روسيا هي فزاعة ولإخاصة الاتحاد الأوروبي باستمرار، هذه وظيفتها. بالمقابل كانت واشنطن أعلنت اعتمادها على خريطة جديدة تضم الجولان السوري المحتل تضمه للكيان الصهيوني، كيف يفسر ذلك وما انعكاساته على الأزمة السورية؟ حقيقة الأمر يعني انعكاساته على الأزمة السورية لا يوجد انعكاسات إطلاقا على الأزمة السورية، وإنما ترامب أخذ هذا القرار لتنفيذ أجندة خاصة به في الداخل الأمريكي، وتعرفون أن هناك محاكمات وهناك تشكيك بالانتخابات الأمريكية التي أتت لصالح ترامب، هناك تشكيك، هناك محاكمات، هناك خلل في الإدارة الأمريكية. ترامب قرر أن تكون الجولان وخلافا للقوانين الدولية كلها وخلافا للشرعة الدولية، وأصلا هو لا يمتلك قرار أن يعطي الجولان لإسرائيل. الجولان هي أرض سورية بامتياز، خانها حافظ أسد عميل المخابرات الأمريكية، وترامب الآن يقرر ما قرره عميله حافظ أسد خدمة لأجندات خاصة به وبحزبه في الولايات المتحدة الأمريكية، لأن ترامب حقيقة أصبح مشكوك بنزاهته، مشكوك بأنه يخدم الولايات المتحدة الأمريكية وإنما يخدم مصالحه الشخصية، ويفكر بلغة التاجر، بلغة شايلوك اليهودي، بلغة التاجر في القضايا السياسية المتعلقة بالولايات المتحدة الأمريكية ومنطقة الشرق الأوسط. لذلك يستخدم أراضي الغير ودماء الغير وكل شيء في سبيل تحقيق مصالحه الشخصية، وليستخدم اللوبي الصهيوني الموجود في الولايات المتحدة الأمريكية لتسهيل مهامه وسياساته في الولايات المتحدة الأمريكية.
شكرا جزيلا لك، الناطق الرسمي باسم المؤتمر الوطني للثورة السورية صالح فاضل، كنت معنا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية.